الخير. العالم ينتظر قناة السويس، والإعلام الغربي بتتصدر في مصر وأخبارها كل المانشيتات والعناوين، لأن البناء والإنجاز خلال سنة فاق كل التوقعات، والمصريون يكملون كتابة التاريخ، والخبراء الاستراتيجيون بيقولوا إنه عبور تاني بعد 73. إزاي هيستفيد الاقتصاد المصري منه، وإزاي ممكن يكون قناة السويس الجديدة نقلة نوعية للاقتصاد المصري؟ وبعد صعود 7 جلسات تقريبا للبورصة المصرية، في النهاردة انخفاض يعتبر طفيف، هنعرف أسبابه. يا ترى هو من ضغوطات بيعية، يا ترى لأنه بداية الأسبوع، هنعرف الحقيقة ده بالتحليل والتعقيب. ولكن خلينا ننظر نظرة شاملة على المؤشرات النهاردة، اللي زي ما قلنا تراجعت بشكل شبه جماعي لدى إغلاق تعاملات الأحد مستهلة تعاملات الأسبوع. المؤشر الرئيس 30 هبط بنسبة 0.41% وبلغ مستوى 8158.31 نقطة. تراجع أيضا مؤشر الأسهم الصغيرة ومتوسطة EGX 70 بنسبة 0.24% ووصل إلى 458 نقطة، والارتفاع أو التراجعات شملت أيضا مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا وخسر 0.56% من قيمته ووصل إلى 938.84 نقطة. وفي هذه الأثناء ومع هذه الانخفاضات ارتفع مؤشر EGX 20 محدد الأوزان النسبية، ارتفع ارتفاع طفيف بنسبة 0.3% مسجلا 8235.4%. قائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم تصدرتها قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك الأنشط، وتصدر القائمة بنسبة 22.52%. تلاه قطاع العقارات بنسبة 22.1%، وجاء قطاع الاتصالات ثالثا بنسبة 12.67%، بينما حل قطاع التشييد ومواد البناء رابعا بنسبة 9.51%. نتحول لفئات المتعاملين داخل السوق، واتجه المستثمرون المصريون نحو الشراء مستحق 90.39% من إجمالي التعاملات، في حين اتجه الأجانب نحو الشراء أيضا مستحوذين على 3.99% من إجمالي التعاملات، بينما اتجه المستثمرون العرب نحو البيع وحصلوا على 3.63% من التعاملات. ويأتي هذا في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون الأفراد نحو البيع مستحوذين على 31.73% من إجمالي التعاملات، في حين حازت المؤسسات على 68.26% من إجمالي التعاملات باتجاهها نحو الشراء. هذا وقد خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1 مليار جنيه، ليبلغ مستوى 496.4 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت قرابة 983 مليون جنيه. وللتحليل والتعقيب بنتابع زي ما تعودنا دايما في مؤشر النيل تقرير مفصل عن التداولات والمؤشرات اليوم، وبعده بيساعدنا أن نعلق ونحلل على هذه المؤشرات مع ضيفنا اليوم الأستاذ محسن عبد الخبير الأسوأ. مساء الخير أستاذ محسن. كيف حالك؟ بنرحب بحضرتك معنا. أهلا وسهلا. اسمح لنا نتابع التقرير ونبدأ حالا بالتحليل والتعقيب. مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية، سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات الأحد مستهل تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1 مليار جنيه، ليبلغ مستوى 496.4 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 982.7 مليون جنيه. جني أرباح طبيعي جدا تمر به البورصة في بداية تعاملات جلسة يوم الأحد، أعتقد غالبية الريتيل أو المستثمرين العرب اللي كانوا دخلوا البورصة على مدار الأسابيع السابقة انتظارا للحدث التاريخي هو افتتاح قناة السويس يوم الخميس. أعتقد أن هو النهاردة الهبوط اللي حصل بنهاية التعاملات كان نتيجة جني الأرباح للصعود أو الطفرات السعرية اللي حصلت في غالبية الأسهم الصغيرة والمتوسطة. المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 تراجع بنسبة بلغت 41%، ليبلغ مستوى 8158.31 نقطة. كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة بلغت 24%،
وامتدت الانخفاضات لتشمل مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا بنسبة بلغت 56%. في تباين في اداء المؤشرات، بين مؤشر 30 اداؤه كان اول الجلسة ارتفاع، ولكن على اخر الجلسة انتهى في المنطقة الحمراء. المؤشر 70 عامل اداء جيد، في تباين في اداؤه عن بقية المؤشرات، وبقاله فترة عامل ارباح في العديد من الجلسات. الخبراء بالسوق اكدوا ان جلسة اليوم بدأت على ارتفاع جماعي امتدادا لقوة الدفع التي شهدتها البورصة خلال جلسات الاسبوع الماضي، مشيرين الى ان المؤشر شهد عمليات بيع لجني الأرباح بعد وصوله عند مستوى المقاومة 8250 نقطة، متوقعين أن تسير البورصة في اتجاه عرضي خلال الفترة المقبلة عند مستوى 7950 و 8250 نقطة. من مقر البورصة المصرية، أندرو كامل، النيل. رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا بعد ما تابعنا التقرير، بنبدأ في تحليل وتعقيب. وأستاذ محسن، زي ما تابعنا في الأيام والأسابيع اللي فاتت، 7 جلسات متوالية كان في صعود، وقلنا أنه الحمد لله أخيرا السوق بدأ يتنفس صعداء ويستجيب استجابة يعني نقدر نقول أنها إيجابية للأحداث الاقتصادية الكبيرة وبداية أو القرب من افتتاح قناة السويس. النهاردة بداية الأسبوع ما بنكونش عندنا توقعات كبيرة، لكن في انخفاض يمكن من الضغوطات البيعية من الأجان من العرب، ولكن ايه تفسير حضرتك، يعني التفسير او التحليل الفني الاكثر واحنا النهاردة 4 ايام على الافتتاح؟ خليني الاول اسم لحضرتك، حضرتك قلتيه اكتر من جزء. الجزء الاولاني هو ما حدث اليوم، هي مسألة طبيعية جدا. انت عندك عدد جلسات كان فيها بعض الارتفاع، وده كان ارتفاع ضعيف طبيعي لانه كان ارتدادا لتراجع حاد كان حدث، ومن الطبيعي ان بعديها يكون في بعض التقاط الانفاس. النسب المتراجعه اليوم كانت نسب ضئيله جدا، لكن الشيء اللي كان لافت للنظر النهارده هو اسباب. اولا التحول البيعي من جانب المتعاملين العرب بعد التراجع الحاد في بورصه السعوديه النهارده، طبعا ده كان امر كان متوقعا بعد ازمات البترول والنفط في نهايه الاسبوع الماضي. كان متوقع النهارده بورصات الخليج تفتح متراجعه، وده اللي حدث فعلا في اغلبها. دبي والسعوديه عمليات بيع منهم في اسواق الناشئه كلها تقريبا، يمكن مصر والاردن كان له اكثر تاثرا النهارده، والبيع كان مكثف فيهم شويه، وده اثر النهارده عندنا. بس ده كشف الجزء الاهم، ان الصعود خلال الفتره اللي فاتت مع الارتداد السعوديه اللي كانت موجوده كانت مرتبطه بشكل رئيسي بسيوله جديده دخلت السوق. لما انكمشت النهارده وضعفت القوه الشرائيه، ظهرت القوى البائعه بشكل اكبر مما كانت عليه في الواقع. النهارده احنا بنتكلم على حجم الدولاب بالنسبه للاسهم 430 مليون جنيه تقريبا، هو اقل من المتوسطات اللي كنا عليها 500 مليون اللي كانت في خلال ال7 جلسات اللي فاتت، واقل من مستوى المليار جنيه اللي احنا مستهدفينه، واللي هو هيكون نقطه توازن بالنسبه لحركه الدولاب داخل السوق. فمن الطبيعي ان احنا دلوقتي عندنا يكون المين كونسرن او القلق الاساسي هيكون متوافر بالنسبه لمساله السيوله داخل السوق. ازمه السيوله داخل البورصه هي الازمه الاكبر في الوقت الحالي وليس اي ازمات اخرى. النقطه الثالثه، ودي النقطه الاهم، ده بيأكد نظريه اللي احنا بنتكلم فيها بقالنا فتره طويله، الموضوع مش مرتبط بافتتاح قناه السويس. بالتاكيد هذا الافتتاح هو امر وخطوه ايجابيه جدا على المستوى الاقتصادي، ولكن اثره على اسواق المال عموما تم احتسابه في فترات سابقه، لان كان الجميع متابع وعارف ان احنا نفتح في هذا اليوم وعارف تماما هذه الاجراءات. لا بس كان في شكوك برضه استاذ محسن يعني، لكن لما حد عم عملنا اي عقل لم يكن يشك في شيء، يعني الناس كانت شايفه. خلينا نقول انه بعد التجريبي، يعني بعد التشغيل التجريبي القناه من يوم السبت، وانه خلاص اتحدد فعلا يوم فعلي للافتتاح، خلاص دي قتلت كل الشكوك. يعني حتى لو كان هنا في فتحت شهيه المستثمرين ولو لفتره، هنا المفروض ان يكون في تأكيد شويه. الامور دي عاده بيكون تاثيراتها الاقتصاديه على مدى متوسط وليس على مدى قصير. ومش عايزين نقع في نفس الخطا اللي حصل لبعض المستثمرين ساعه مؤتمر شنغهاي. المؤتمر بالظبط، بصراحه دايما لازم ان احنا ننظر الى الاثار الاقتصاديه والتنمويه اللي موجوده دايما في توقيتات حدوثها. احنا النهارده الحمد لله فتحنا هذه القناه، تبدا الفتره المقبله ان شاء الله ارتفاع في معدلات التشغيل بالنسبه ليها، وزياده في الرسوم الخاصه بيها، وعمليات زياده في الايرادات المحققه. ثم بعد ذلك المشروع اللي هيعلن يوم الخميس القادم بالنسبه للشكل الاقتصادي الذي سوف يكون عليه محور قناه السويس، بدءا بقى من المشروعات المتعلقه بالاصلاح الزراعي. قريه الامل هتفتتح في نفس اليوم، ولكن هيكون هناك عدد من المشروعات الاخرى. عندنا 1430
منطقه سمكيه للاستزراع السمكي في على طول محور القناه، وده كل واحد من المشروعات المهمه لتوفير 10000 فرصه عمل وحل ازمه السمك داخل مصر. النقطه الثالثه هيكون عندنا اكثر من منطقه صناعيه مركزه على الجوانب القناه. عندنا المشروعات المتعلقه بانشاء مصافي للنفط ولتخزين النفط في هذه المنطقه، مناطق تصنيع للسيارات بالتاكيد هيكون ده واحد من جزء من المناطق الصناعيه اللي هتنشا في هذه المكان. هيكون عندنا مناطق تخزين لوجستي، هيكون عندنا ميناء جاف لاصلاح السفن، هيكون عندنا محطات لخدمه السفن وبشكل كامل، هيكون عندنا بشكل اوسع نطاقا مواني جديده هتفتح من ضمنها او اهمها التركيز الان على ميناء شرق بوسعيد، وهيتضمن منطقه صناعيه بمساحتها حوالي 40 مليون متر مربع من هذا الميناء فقط كيلومتر تقريبا. هيكون عندنا مشروع وادي التكنولوجيا، هيكون عندنا افتتاح اكثر من جامعه ومعهد خلال هذه المنطقه اهمهم جامعه الملك عبد الله في هضبه الجلاله. هيكون عندنا في نفس هذا المشروع مشروع للاستفاده من الثروه السياحيه الكبيره المتوفره فيها، سواء بقى بسياحه متعلقه بالاثار او سياحه الشواطئ، كل دي هتكون متواجده في هذه المنطقه. هيكون عندنا المدن الجديده اللي هتنشا جديدة، هيكون عندنا التوسع في شبكة الطرق الموجودة وإعلان عن إنشاء 6 أنفاق تحت قناة السويس، ومنهم بعض الأنفاق اللي هتشتغل بس على السكة الحديدية لتنمية سيناء. هيكون إعلان عن إنشاء الصحارة الجديدة اللي هيتم بناء لتنمية المشروعات الاستصلاح الزراعي هناك، والجزء الموجود من مشروع مليون فدان اللي هينشأ في هذه المنطقة. هذه المشروعات كلها حزمه جيده جدا في هذا التوقيت، ولكن اثرها الاقتصادي لن يتحقق بكره الصبح. اكيد النهارده مش هنعمل بالظبط، هو ده اللي عايزين نوضحه للمشاهدين ايضا استاذ محسن، انه مش من النهارده هنبدا نلاقي ان البورصه بكره هتقفز كام مليار وان كلنا او الاقتصاد المصري كله هيقفز وتبقى فيه طفره ونعدي عجز الموازنه ال 250 او 251 مليار بالظبط. فعايزين نوضح في ارقام يعني للمشاهد وبشكل صريح، امتى ممكن سنة ولا سنتين ولا عوائد قناة السويس وفي أرقام؟ لا، عوائد قناة السويس هتحقق بسرعة، يعني من بدء العمل في ده احنا هندخل في مرحلة ما يطلق عليه اسم الممرات الخاصة بالجيل الرابع للنقل. احنا كان عندنا مشكلة في مصر بحي ان مصر ما كانتش بتقدر انها تستقبل الشاحنات الكبرى وهي بيطلق عليها شاحنات الجيل الرابع، دي ناقلات اللي بتشتغل في الحاويات واللي بتشتغل في نقل النفط ومشتقاته، ودي اللي كانت بتعمل في اوزان ثقيله لان العمق الملاحي اللي كان عندنا كان قليل. النهارده احنا وصل عندنا العمق ل 66 قدم يعني 24 متر تقريبا، فهذا الجيل من الشاحنات هيبدا يعمل داخل القناه، ده الجيل الاكبر، ده الجيل اللي بيدفع رسوم اكتر، ده الجيل كنا احنا محتاجين ان احنا نرجعه عندنا، لان خلال الفتره المنتهيه في 2018 70% من حجم النقل العالمي بالنسبه للنفط وبالنسبه للحاويات هيتم من خلال هذه النوع من النقلات، وده امر كنا محتاجينه في الوقت الحالي. فايرادات المرور وايرادات العبور ده امر هيرتفع طبيعيا، لكن هيتبقى لينا الجزئين التانيين، الجزء المتعلق بمشروعات التنميه والجزء الاخر المتعلق بعمليات النمو الاقتصادي الناتجه عن ذلك. النمو الاقتصادي انا متوقع ان احنا خلال الفتره ما بين سنه لثلاث سنوات على الاكثر هيبدا يكون هناك اثر واضح بشكل متكامل، لكن النقطه الاكثر اهميه هو الاليه اللي هينشا بيها هذه المشروعات. احنا لاول مره مصر بتحط ما يطلق عليه اسم النواه الام للبنيه الاقتصاديه. احنا النهارده لاول مره بنتكلم على فكر اقتصادي مختلف تماما، ما بنتكلمش بقى على تواجد افكار مختلفه، على صدور التراخيص من اماكن مختلفه، على تخصيص اراضي من جهات مختلفه، على ما فيش عندنا كهرباء. استاذ محسن اسمح لي بس نتوقف هنا عند النواه الام للبنيه الاقتصاديه الخاصه والمختلفه، وحضرتك هتوضح لنا، لكن بعد الفاصل. فاصل مشاهدينا ونواصل. الله أكبر الله
القائمة. هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، وبنكمل معاكم حوارنا، وكنا بنتكلم مع أستاذ محسن عادل ضيفنا النهاردة عن النواة الأم للبنية الاقتصادية المختلفة. أستاذ محسن، يا ريت بشكل سريع حضرتك هقول حضرتك إيه الفكرة بدخولنا القناة وافتتاحها وإقامة المنطقة اللوجستية على محور القناة. هي ببساطة شديدة هذا المشروع لم يكن فقط هدف منه اقتصادي أو جيوسياسي أو ديموغرافي، ولكن أيضا كان هدف أن هو يكون ده النموذج اللي هيطبق بعد كده. أولا السرعة في عملية التنفيذ والتطبيق، اثنين التكامل ما بين المشروعات اللي هتتم مع المشروعات القائمة ومع البنية التحتية الموجودة، الآلية اللي هتنشأ بيها البنية التحتية في هذه المناطق، خاصة ان احنا عاملين عقد مع زيمز رائع لتوليد الطاقة في هذه المنطقة، ثم هيكون عندنا وده الأهم وضع قانون خاص بالنسبة لعمليات التطوير. احنا عندنا قانون من القوانين الممتازة جدا، قانون الخاص خلاص تم وضعه للمناطق الاقتصادية الخاصة اللي هو لمنطقة السويس. هو هذا القانون كان موجود من سنة 2002، اسمه قانون 88 سنة 2002، تم تعديل بعض بنوده خلال الفترة عشان يكون للمنطقة القناة خاص بها مع الهيئة، مع هيئة قناة السويس. هي المنطقة ببساطة كان هذا الأمر هو نقلة جديدة في الفكر التشريعي. مصر كان عندها تجربة ناجحة جدا، هي تجربة المنطقة الاقتصادية في شمال غرب خليج السويس. هذه التجربة هي اللي هتطبق في باقي المشروعات. التكامل ما بين المشروعات بعضها البعض والطريقة اللي احنا بنفكر في التسويق بيها، لأول مرة مصر بتدي مشروعات وتقول أنا عايزة في الحتة دي مشروعات بتروكيماويات، عايزة في الحتة دي مشروعات تصنيع تقيل، عايزة في الحتة دي ميناء جاف، عايزة في المنطقة دي مصافي. احنا اللي هنقول للمستثمر احنا عايزين ايه. تمام. مش المستثمر هيجي ويبدا ينقي عايز المنطقه دي هعمل فيها مزارع سمكيه، هعمل في المنطقه دي اصلاح اراضي. احنا لاول مره بنخطط اقتصاديا، مصر بتضع مشروع اقتصادي متكامل لاول مره امام العالم، وده اللي هيكون محور اليوم الخميس القادم ان شاء الله. طيب كنا بنتكلم عن اثر يعني المشروعات دي على المستثمرين، وبان احنا بنتكلم عن الاثر طويل المدى مش قصير المدى، او متوسط المدى، خلينا لو اقرب شويه، لاي مدى ممكن ده ياثر على البورصه والتداول فيها خلال المرحله اللي جايه، يعني الاستفاده منه باكتر شكل ايجابي. شوفي الشركات اللي هتشارك خلال المرحله القادمه في عمليات سواء التشغيل او التنميه او العمليات المتعلقه باداره بعض المشروعات التنمويه بالتاكيد هيكون ليها بعض الاستفاده المباشره، لكن الاطار العام هيبدا يظهر لما يحصل حراك اقتصادي. بمجرد ما تولد هذه المشروعات حراك اقتصادي تبدا تظهر، لكن على مدى قصير انا لا اتصور ان ده هيكون واحد من العوامل، لكن بالتاكيد اعلان مشروعات جديده داخل الدوله، وجود فكر جديد داخل هذا الموضوع بيدي مناخ اقتصادي جيد لحد كبير، وفي احيان كثيره ده بيؤثر بشكل ما على المستعملين، لكن لا اتصور ان ده هيكون تاثير ممتد. البورصه المصريه الان في حاجه سريعه جدا الى ساستشي. اولا في حاجه بشكل عاجل جدا الى سيوله نقديه جديده، لان التداولات وضعفها في هذا الشكل وضعف السيوله فيها هو امر بالفعل بيتسبب في مشكلات كثيره. اثنين التنفيذ او الانتهاء بقى من البنيه التشريعيه الاقتصاديه عموما، صدور التعديلات الجديده ضد قانون الاستثمار اللي احنا تم الاعتمادها من جانب اكثر من جهه، صدور التعديلات على قوانين الضرايب عموما سواء قوانين البورصه او قوانين الضريبيه العامه، انتهاء من التشكيل النهائي بالنسبه للرؤيه الاقتصاديه المستقبليه في مشروعات التنميه اللي تم الاعلان عنها امس من الدكتور اشرف العربي. النقطه الثالثه ودي النقطه الاهم، احنا محتاجين بشكل عاجل جدا ان نكون اكثر رشاده ولا ننساق ورق شائع. كميه الشائعات اللي بتعلن خلال الفتره اللي فاتت باكد للمره العاشره انها كثيره، وهذا الامر ليس امرا سهلا، هذا الامر مع الاسف بيزداد خلال الفتره الاخيره سوءا، لانه بيدي انطباعات ليست بالدقه الكافيه. بعض الناس بيحاولوا ان هم يدوا ايحاءات سواء متفائله جدا 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 او سواء متشائمه جدا جدا. مع الاسف احنا بس محتاجين الناس تكون اكثر هدوء، لان هذا الشكل هو شكل يحتاج الى بعض من الرقابه. اتصور ان الخطوه اللي تقوم بها هيئه الرقابه الماليه دلوقتي بانها بتضع ضوابط للتراخيص لمن يطلق على نفسه محلل فني او محلل مالي او مدير محافظ او ما غير ذلك، هي خطوه هتحد كتير من بعض الفوضى الموجوده حاليا. ونتمنى فقط الناس تكون اكثر رشاده، في النهايه فلوسك هي مسؤوليتك واحنا دورنا ان احنا نحميها، لكن يجب ان تنساق ايضا وراء هذا الكم من الاشاعات الغير طبيعيه. انا الفتره اللي فاتت سمعت من ساعه ما اتعلن عن تشغيل تجريب قناه السويس لغايه النهارده كميه شائعات على شركات موجوده جوه البورصه
الشركه الفلانيه هتعمل مش عارف مشروع عامل ازاي. اذا اكيد بالطبع زي ما حضرتك بتقول عدم الانسياق وراء الاشاعات ويعني الرشاد والهدوء والحكمه واكيد الحديث لبقيه علشان احنا في البدايه لكل حاجه، بدايه افتتاح القناه وبدايه انطلاقه اقتصاديه كبيره، فعشان كده حديث اكيد لبقيه. استاذ محسن عادل خبير باسواق المال، بشكر حضرتك جدا، بشكرك ايضا مشاهدينا. واذا الاراده والاداره والقياده الرشيده هما السبب والبدايه للانطلاقه. شكرا لكم مشاهدينا. و